عرف بأعطر أهل مكة ومن زينة شبابها، ترك المال والنعيم ليكون محافظاً للقرآن الكريم، مقرئ أهل المدينة ومعلمهم، أسلم على يديه سادة الأنصار، هو أول سفير في الإسلام، شهد مع النبي غزوتي بدر وأحد، واستشهد وهو يحمل لواء المهاجرين. قصتنا اليوم بطلها قدوة الشباب الأبرار، السفير النبوي الموفق مصعب بن عمير، بطل الهجرة، معلم القرآن. هو أبو عبد الله مصعب ابن عمير ابن هاشم، صحابي بدري من السابقين إلى الإسلام، ومبعوث النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإسلام في يثرب بعد بيعة العقبة. كان الصحابي مصعب من أوائل الدعاة وأعلمهم، جاء بقلب مفتوح ونفس صادقة ليدخل الإسلام، فأطلق عليه مصعب الخير. دكتور يسري، يمكن الصحابي الجليل مصعب ابن عمير كان ليه قصة مهمة جداً في دخوله الإسلام وتركه للنعيم والمال، وكمان قصته مع والدته في بداية دخوله للإسلام. سيدنا مصعب كان شاب مدلل من شباب المدينة، وكانت أمه غنية وأبوه غني، وكان يلبس أفخر الثياب، يعني بالمفهوم المعاصر ويلبس اللبس المستورد والبرفان المستورد، كل حاجة بتاعته مستورد، ويلبس الحرير ومنعم، وهو كان جميل الصورة. والإسلام لما ظهر في بدايته كان لسه هو في عز شبابه، يعني أقل من 20 من عمره، فأسلم وأسلم سرا في الفترة أيام ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان يتردد على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا، وكان لما يصلي سرا برضه. وبعدين بعد كده واحد شافه بيصلي فأخبر أمه وأخبر والده، فمنعوه حبسوه وأذقوه بعض العذاب علشان يعني يجبروه على إنه يعود على مكان، فربنا أكرمه وهرب منهم، وجت فترة هجرة الحبشة فهجر للحبشة. مصعب بن عمير كان عالما بالأمانة والمسؤولية العظيمة التي جعلها النبي في عنقه، فتحلى بالصبر وكان خلقه القرآن، وقابل الإساءة بالسماحة، وجعل الأخلاق الكريمة عنوان دعوته، واتخذ مصعب بن عمير الحكمة والصبر طريقين عند محاورة الآخرين، حتى إنهم لقبوه بالقارئ المقرئ. سفير كمان وأول سفراء الإسلام في المدينة، ويعني سادة الأنصار كلهم أسلموا على يديه، برضو دور مهم جدا. ده هو كمان ليه مناقب عجيبة، هو أول ما دخل المدينة يعني إسلام أهل المدينة كلهم في صحيفته، لأنه لما راح كان أهل المسلمين في المدينة كلهم 12، وبعدين لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله وقال له لا تحدث أمرا، يعني إيه خليك إيه يعني بهدوء بحيث أنك أنت لا تواجه الأمور بعنف. فالمهم وصل المدينة وكان يقرئهم القرآن بهدوء، واللي أسلموا من الحداشر والاثناشر ابتدوا يعرفوه على إيه على أهل المدينة. فكان في سيدنا أسيد بن حضير، ده كان من كبار وعظماء المدينة، هو وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، الثلاثة دول عظماء المدينة، والحقيقة الثلاثة دول أسلموا على إيده. وكان ليه موقف صعب معاهم لما جاء بقى أسيد بن حضير عرف أنه هو يعني بيدعو الشباب المدينة وأهل المدينة إلى دين جديد، وكان هو متعصب جدا وكان يعني شديد الغلظة، فدخل عليه بالسيف وكان عنده عنف، فقال له يعني هدئ روعك، اسمع اللي احنا بنقوله، عجبك ما عجبكش احنا مش هنقوله. صحيح، يعني لو انت قلت لي ما تقولوش، انت راجل زعيم، انا مش هقول. كانت الحكمة سلاحه. فالمهم قعد تلا عليه بعض القرآن، فالمهم أسلم. قيل إن مفيش دار من أو بيت من بيوت المدينة إلا ما يكون فيه واحد مسلم ويكون زاره
مصعب بن عمير؟ بالفعل، لأنه كان في بداية الدعوة كان ما كانش فيه غير حوالي 12 رجلا في بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة، ولكن حينما دخل مصعب وبدأ يدعو الناس وبدأ بالأسلوب الطيب وبلين في القول والحديث، بدأت تزداد الدعوة ويزداد المقبلين على الإسلام. فكان إسهاماته إسهامات يعني ذات ثقل في الدعوة الإسلامية. حتى بعد دخوله الإسلام أيضا كان مستمر في زهده، وأن هو لا يمتلك شيء، وأن هو يفضل بملابسه الأولى ويحتفظ بها. هل برضو ده كان في ملمح مهم جدا وفي رسالة منه؟ بالضبط، يعني ده هو حتى الموقف ده كان بعد إسلامه، وكان بيرتدي طبعا الملابس البالية الرصة، فإذا به يمر على مجموعة من الصحابة معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزرفت من عينيهم الدموع لما لقوا من هول حالته، ووصل به الحال إلى أن هو كان مترف في العيش، وكان بيرتدي أفضل الثياب ويطيب بأفضل العطور، فإذا به يعني لا يبالي بما يرتدي، وبيكون عنده قضية بيهدف إلى الوصول إليها. توالت على مصعب الأحداث فلم يفكر في تغيير حاله، فحضر مع الرسول الكثير من المشاهد المهمة. هاجر الهجرتين، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة، وشهد غزوتي بدر الكبرى وأحد، وكان فيهما حامل لواء المهاجرين، حتى استشهد بطعنة رمح بعد قتال شرس لرفع راية الإسلام. جهاده في غزوة أحد واستشهاده وهو يحمل راية الإسلام. نعم، هو كان يحمل راية المهاجرين في أحد، ولما طبعا كانوا في الحروب بتاعت زمان اللي يحمل الراية دي كل الهم ان هم يقتلوا صاحب الراية حتى سقطت الراية لتفت في عضد كل الجيش، فكانوا مركزين عليه قوي. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كانوا مركزين على الرسول، لان غزوة أحد دي هدف الكفار فيها قتل النبي اساسا. كان ليه مواقف مهمة جدا في المعارك مع المشركين، وكمان ان هو يحمل راية الاسلام وراية المهاجرين ويستشهد وهو يحمل هذه الراية، ويمكن كان مشهد قوي جدا في المعركة، خاصة مشهد وفاته واستشهاده. بالفعل، خاصة انه حينما اشيع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في غزوة احد، كان سيدنا مصعب وهو حامل اللواء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، حتى عثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فأخذ سيدنا مصعب يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حينما حاول أحد رجال قريش أن يسدد طعنة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنقذ سيدنا مصعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا تمكنوا من ذلك قادوا على الدعوة، ولكن هيهات والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ربنا عصمه، فكانت كل الضربات لصاحب الراية وللنبي صلى الله عليه وسلم، معظم ضربات أهله، فقطعوا إيده اليمنى فمسك الراية باليد اليسرى، قطعوا اليسرى فمسكها بعضديه، ثم بعد ذلك جاءت ضربة في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم فصدها بصدره وهو على ذي الحالة فمات رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن قالوا إن آية من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، قال نزلت فيه، وفي أمثاله طبعا. كان زاهدا ومجاهدا، وهو الذي ترك أثرا بعد أن أصبح منعما، كان منعما وصاحب أعطر رجال مكة، كذلك أيضا هو صاحب السيرة الطيبة والأثر الطيب الذي تركه بعد موته بهذه الشهادة التي نالها سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. في الأعوام الأولى بعد الهجرة استشهد الصحابي الجليل مصعب الخير في غزوة أحد وهو ابن 40 عام، لتنتهي رحلة فارس مجاهد اتخذ من العلم والحكمة أسلحة لدعوته، وتبقى سيرته العطرة قدوة لشباب اليوم.